هذه جماهير مناطق الصبخة ومعدان المحررة نجب نستنكر أي عدوان على سوريا ونحن لا نقبل إلا بالجيش العربي السوري الوحيد الضامن لجماهير سوريا وهذه التحالف الذي هدد بلادنا ودمر مدارسنا ودمر مستوصفاتنا ودمر جسورنا ودمر هم والدواعش الذي أمريكا أمريكا أن يدخل محافظة الرقة بالكامل محافظة الرقة نتمنى تحريرها بالكامل من الجانب الثاني وخروج الأمريكان من المنطقة كاملة الله بحي الجيش الله بحي الجيش الله بحي الجيش تنديد ضد العدوان الأمريكي الفرنسي التركي على الأراضي السورية لا نقبل بهذا العدوان على الأراضي الجمهورية العربية السورية فنطلب الجيش العربي السوري بدخول محافظة الرقة سريعا جدا جدا وأهالينا في الضفة الثانية التحالف الأمريكي كسر الجسور وكسر المعابر وخلف الضياع الشمالي نهر الفرات عن الجنوب نهر الفرات نطلب من الحكومة السورية وصل الجسور وشيل المعابر والدخول إلى محافظة الرقة اجتمعنا اليوم عشيرة أبو حمد رجالا ونساء وشيوخا وأطفال تنديدا بالعدوان الأمريكي والفرنسي على أراضي الجمهورية العربية السورية مؤكدين وحدة الأراضي الجمهورية العربية السورية نطالب بالقوات الأمريكية بالرحيل والقوات الفرنسية والقوات التركية لا لتركيا ولا لأمريكا ولا لفرنسا ونطالب بالقوات الجيش العربي السوري والقوات الرديفة والقوات الصديقة بالتحرك العاجل لتحرير كل شبر من أرض الوطن.